أعرفكم على حالي، أنا مديحة فهد سمحان، دارسة جرافيك ديزاين، واشتغلت في مجال الميديا والمونتاج الرقمي. طبعاً بال 2010 تركت شغلي وتزوجت وأسست أحلى عربة. معلش أقول أنا شوي متلبكة، فكاتبة أفكاري على الورق. طبعاً صرت مثل أي ربة بيت عادية، مع إني بمتلك مواهب كتير عظيمة، وكمان بحب أعطي وأبتكر لأني بطبعي متطلعة وبحب أكون الأفضل. فصارت شعلة الحماس يوم بعد يوم تطفي، وصرت أحكي لحالي بس أنا مو حابة أقدم مسيرة عادية هيك وأمشي، فبالعكس أنا حابة يكون لي بصمة تاريخية لأولادي ولأحفادي بإذن الله. فبسنة 2012 ما بنسى هذا التاريخ، لما صارت الأفكار ملخبطة عندي ومو عارفة شو أكثر شيء ببدع فيه، فكنت بلاقي بكل مرة إني موهوبة بأشياء كتير، ففكرت شو هو الإشي اللي بقدر أوظف هاي المواهب من خلاله. فمحبتي لليوتيوب لقيت الإشي هذا موجود باليوتيوب. وقلت ليش ما أفتح قناة وأرسم أول نقطة إلي بهالعالم. ففتحت القناة وجيت حكيت لزوجي إني عملت القناة، فكان الرد صاعق جدا كان، وهو لا. يعني هاي لا ما اجت منه هو عشان هو بده يحكي لي لا، بالعكس اجت لا هاي من رفض المجتمع لهاي الاشياء الغريبه اللي دخلت علينا، اللي هي الثوره الالكترونيه والسوشيال ميديا اللي اكتسح الدنيا مثل ما كلنا بنعرف. يعني هي كانت افكار غريبه، وبعدين خلصت سنه 2012، اجت 2013 و14 و15 و16 وسنة 2017 و2018 وانا بعدي مثل ما انا، عشان احسسكم قد ايه الموضوع يعني كان صعب. ودائما كانت فكرة اليوتيوب يعني براسي ما تركتها، كثير حابة انشأ قناتكم، يعني هدف كثير كان كبير. واخيرا بال 2019 بعد محاولات عديدة من الإقناع كانت هاي السنة مميزة، غيرت كل تفاصيل حياتي طبعا. وقتها أولادي يعني كانوا يتابعوا اليوتيوب، وكان خلص اكتسح العالم زي ما قلت لكم. فحكيت لزوجي شايف لو أني أنا فتحت اليوتيوب بال 2012 كان أنا هلأ وصلت للقمة مثل ما زملاء اليوتيوبر برضو وصلوا. فحكالي هيك بكل سهولة، طيب خلص أنا موافق افتحي القناة. أنا اندهشت طبعاً، اندهشت كتير وقتها وانبسطت، أحلى تاريخ بحياتي كان. فبعدين رحت انطلقت فوراً، هي أصلاً أنا فتحيت وناشئيتها القناة ب 2012 موجودة، لكن ثاني يوم مباشرة مسكت موبايلي الخاص وصورت أول فيديو لي، وكان خلاص احكي لي عشان أنا حابة أعرض عشان فيديو. أوكي بس احكي لي قبل شوي ثلاث دقايق ففتحت وكان الفيديو الأول هو أساسيات الميك اب. طبعاً أنا كنت أقدم الميك اب يعني مش يعني مثل اليوتيوبر الخليجيات اللي بيقدموا بحطوا قدام الكاميرا وهيك، لا بالعكس أنا كنت يعني عندي معلومات لأني متطلعة، وكنت أي معلومة بالعالم أي معلومة بالحياة بحب أقدمها يعني عشان أفيد الناس. فالخير على فالدال على الخيال كفاءة.
فخليني ادخل بشو القناه. احنا بقناه مدوشة تي في اللي تسلط الضوء على الترفيه وعلى جميع شرائح المجتمع، وكمان هي بتهدف لتلاقي الثقافات وال يعني المجتمعات مع بعضها البعض، واحنا بنعكس صوره مثاليه باذن الله انها بتمثل الاردن الحبيب، وكمان هي كمان بتساعد على الترفيه للناس ومنقيم الضغوطات اللي كلنا بنعيشها في حياتنا العاديه وبنحولها ل نطلق العنان الايجابي لكل واحد فينا عبر الفيديوهات اللي بالقناه، فهي ترفيهيه يعني فيها بلوجات تحديات، طبعا فيها تجربه مطاعم محليه عالميه مثل هيك، وكمان المعالم السياحيه ما ننسى هاي اهم شيء، والسياحه بشكل عام. وكمان بتهدف القناه انه بنعمل دعايات للمنتجات والشركات بشكل عام. خلاص لا لا احكي لنا متى تشغل الفيديو، احكي لك. طيب بشكل عام يعني فيعني لما انا اجي اجرب المنتج انا وعائلتي مش مثل لما تقراوا عنه بالسوشيال ميديا، حيكون احنا بنكون احنا مؤثرين اكثر لان قريبين من الناس، فراح ياخذوا المعلومه بشكل سلس وحقيقي اكثر، هذا اللي بهمنا. وبالنهايه حابه اشكر تعليلة عشانها اتاحت لي هاي الفرصه اني احكي عن نفسي، واول مره بحياتي احكي قدام ناس بهالكميه بصراحه. حابه الكل يدعمنا في مسيرتنا في مدوشة تي في، واذا في وقت نعرض الفيديو. سنة جديدة وإن شاء الله سعيدة، سنة جديدة وإن شاء الله سعيدة.